حياكم الله مشاهدينا من جديد ومستمرين معكم في صباح الشارقة. مشاهدينا، كرامة الإنسان هي قيمة الإنسان بغض النظر عن أصله وجنسه وعمره وحالته. الكرامة مشاهدينا لفظ يستخدم في التعبير عن أو لفظ يستخدم في المناقشات الأخلاقية والاجتماعية، وهو أيضا يصف شعور الشخص بالاعتزاز بالنفس واحترام الذات وعدم قبول الإهانة من الآخرين. الكرامة أيضا تعبر عن الفضيلة، عن الاحترام وتقدير الذات والاستقلال الذاتي وحقوق الإنسان. خلونا نتعرف مشاهدينا على هذه الصفة وعن الفرق ما بين الكرامة والكبرياء عند الرجل من خلال ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد عبد الله بن علي، مستشار في التطوير الإبداعي وباحث في الفكر والسلوك. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. حياك الله معنا أستاذ أحمد في صباح الشارجة. يا حياكم الله. خلينا نتكلم عن موضوع الكرامة عند الرجل، هذا الموضوع الحساس. نعم، الكرامة عند الرجل، خلونا شيء نفهم شو معنى الكرامة. نعم. الكرامة هي احترام الشخص لذاته. نعم. وتقديرها وإعطاها قيمة، القيمة اللي هي تستحقها. فذلك أنها هي تتمثل في الشرف مثلا، في عدم الإهانة. نعم. أو أيضا حق التملك. نعم. الله وهذه الصفة هي مختصة فقط لبني آدم عن باقي الخلائق. الله. نعم. عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. نعم. أيضا هذه الصفة فقط خاصة. نعم. ومختصة أيضا لبني آدم. نعم. وعن باقي الخلائق. نعم. جميل. لكن إذا يعني لو بنتعمق شوي أكثر في مسألة صفة الكرامة، هل هي مثلا في ناس مثلا تقول الكرامة هي الشهامة والنخوة، وأيضا يقولون أن مثلا هي صفة مكتسبة، أو أن مثلا على حسب البيئة، هل الكرامة موجودة في كل إنسان أم هي صفة فعلا مكتسبة يقدر يتعلمها الشخص، أو في نفس الوقت ممكن حتى يفقدها الشخص نفسه؟ في الحقيقة هي الكرامة هي مكتسبة. نعم. وهي مكتسبة. وراثية. نعم. إيه نعم، الاثنين هي فعلاً؟ مكتسبة. يعني هل ممكن أن شخص يولد من دون كرامة؟ لا، هي مكتسبة بإمكانها هي تزيد، فالإنسان. نعم. أيضا حتى تؤثر عليه على كرامته. نعم. يعني مثلا في أنواع من أنماط الشخصيات. نعم. اللي هي يسمونها الفيكتم، الضحية. نعم. هذا دائما يكون مستوى الكرامة عنده دائما متدني. نعم. فهذا دوم اللي يكون مغلوب على حاله، دائما اللي هو يستنجد بالناس، دائما اللي تجد في نمط آخر يسمونه المضطهد. نعم. الانتجريتر. نعم. أو الانتميديتر. بس حضرت ذكرت أنها صفة مكتسبة، المفروض. نعم. أنها تكون فطرية، أو مثلا أن الطبع يولد مع الإنسان. نعم، هي بازدياد في الوراثية. إذا كانت. نعم. وراثية هي تختلف، يعني مثلا إذا كانت عن الجينات، أو مثلا خلنا نحن نقول في بعض الناس تقول هذا هالولد خذ شجاعته ولا صبره من أبوه مثلا. نعم، لأن هذه تورث. يعني في حقيقة كانت في دكتور تكلم اسمه كيث سوير في كتابه المسار المتعرج، تكلم عن هذا الموضوع، لأن كان هناك تجربة. نعم. أتوا بوالدين الآي كيو عندهم مرتفع اللي هو نسبة الذكاء. الذكاء. نعم. فيابوا طفلين توم بسياميين، فكانت نسبة الذكاء عندهم أيضا مرتفعة. نعم. فحطوهم في بيئتين، البيئة الأولى مع عائلة مهتمة بالعلم ومثقفة وعندها التعزيز للتعليم. نعم. أما الطفل الثاني حطوه في بيئة فقيرة مو مهتمين واد بالعلم. بعد مرور الزمن والسنين سووا لهم تجربة وقياس مرة أخرى. نعم. فوجدوا أن نسبة الذكاء في الطفلين مرتفعة مع اختلاف البيئة. زين، إذا أنت بتي تسألني زين إيش قال بيئة، إذا ما أثرت هنا في الطفل. نعم. البيئة هنا تؤثر، بتكون معزز. إذا أنا إذا كانت البيئة معززة للتعليم ومثلا التعليم للشهامة والحفاظ على هذه المبادئ، تجد أن الطفل إذا كان متوسط في هذه الصفات، هذه ترفع له. نعم. الصفات هذه. نعم. استاذ معلي، عفوا على المقاطعه، يعني اليوم احنا مثلا الكرامه هي يعني بعد هي مشاعر. نعم. الموجوده يعني في الشخص. هي. يعني كل بني ادم يولد على الفطره، هل هذه. نعم. المشاعر تكون فطريه موجوده، يعني من ضمنها هذه المشاعر، هذه يعني عزه النفس، الكرامه، المشاعر مثل مشاعر الغضب، الحزن، الفرح، الكذا. نعم. هي فطرية موجودة حد يعني بالنسبة لي يعني الكرامة نفسها يعني. زين، خلينا ندخل شوي في مجال علم الأعصاب. نعم. أساس إن نحن نعرف. نعم. الدماغ أين مكانه. نعم. إذا هاي كانت موجودة فطرية. نعم. أو لا. جميل. الدماغ مقسم إلى ثلاث أقسام، أمامي، متوسط، وخلفي. نعم. الأمامي هو الذي مسؤول عن المشاعر والأحاسيس. نعم. المتوسط هو مسؤول عن الحواس الخمس، الشم، السمع، البصر. نعم. والأخير هو عن القبول والتناغم، أنا أرفض الشيء أو استقبله. جميل. أو. نعم. أني أنا أحايد فيه. جميل. فالكرامة أين موقعها؟ في الأمام،
في شيء يسمونه الجهة الأمامية في الدماغ. فلذلك عندما تسجد أنت تضع كرامتك لله عز وجل. صحيح. وهذا والسجود ليس فقط إلا لله عز وجل. نعم. إذن الكرامة موجودة نعم في الناصية. صحيح. في الأمام. نعم جميل. طيب خلينا الحين نسأل السؤال المفروض أن نسأله، الفرق ما بين الكرامة والكبرياء. إنزين. الكرامة نحن فسرناها أول بادي. نعم. لكن نعم. الكبرياء. الكبرياء هي القوة والجبروت وأيضا عدم حب الانقياد وأيضا هي التملك، جانب من التملك والملك. فهذه الصفة الله عز وجل أيضا في ذكر في كتابه على لسان فرعون عندما قال لموسى وهارون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. الكبرياء هنا بمعناها أنه الملك. فإذا هذه الصفة كانت موجودة في الزمن القديم أيضا، أن الرجل يتميز بالكبرياء بالملك، يحب الملك يحب القيادة، ما يحب أنه ير يعني وراء مثلا، لا يحب أن يقاد. نعم صحيح. نعم. فهذه الصفة قديمة. نعم. إذا ما بتكلم عن معايير الكرامة عند الرجل. نعم. يعني متى نقول إن الرجل هذا عنده كرامة، متى نقول هذا الرجل عنده مثلا مش كبرياء، قد يصيب الغرور أو الكبر. نعم. يعني الكبرياء في هذا الجانب طبعا الكرامة، خلنا نقول الكرامة هي لغة متعارفة وهي لغة واحدة بين جميع الرجال. يعني مثلا إذا اليوم أنا مثلا أهنت شخص هنا، فهي ترى لهانة هاي نفسها بمعناها ترى موجودة في عالم آخر، في دولة أخرى أو في مكان آخر. فلذلك التصنيف هنا يأتي على كيف طبيعة الكرامة تتكون في هذا الشخص. لها معايير. فمثلا نحن نقول، خلنا ندخل في علم السلوك شوية، أن خلنا نعتبر أني أنا مثلا أعطيك مثال أني أنا أهنت شخص، هاي الإهانة تعتبر تنتقل على شكل معلومة إلى الدماغ. فتصل إلى جزء وتعرض على أمرين، المبادئ والخبرة. فالمبادئ أنا مثلا أن هذا الشخص يقول لا أنا أرفض مثل هذه الإهانة، فنأتي على الخبرة. فإذا الخبرة الشخص عنده حكمة ومتمرس وعنده مهارة وفي حل المشكلات، فبيحل هذه الإهانة بطريقة حكيمة. لكن إذا ما عنده خبرة وما عنده المهارة في حل المشكلات، فيمكن يا أنه يضارب يا أنه يمكن يزعج ويمكن يتنرفز أكثر يعني. صحيح. فلذلك هذه الطريقة وكنظرية للقبول وعدم القبول اسمها في الشخص نفسه كيف يتقبل مستوى الكرامة. نعم جميل. نعم. طيب أنا حابة أسألك عن الفرق ما بين التسامح وما بين الدفاع عن الكرامة. يعني دائما في لغط ما بين هذين المفهومين. صحيح. دائما مرات او مرات تصير مواقف معينه يقول لك الشخص انت ما عندك كرامه، وانت اخذتها من جانب اخر وهو جانب ان العفو عند المقدره او التسامح. صحيح. او غيره. يا ترى شو الفرق ما بينهم؟ انزين حين نحن نيع على التسامح، التسامح هذا مبدا جدا راقي طبعا ومو موجود عند كل الرجال. صحيح. او كل عند البشر يعني. فيوم انت تلقى الانسان عنده تسامح له تأتي صفات أخرى مثلا الطيبة الحلم، فهذه الصفات تتميز فيها. فمثلا يعني هذه الصفات هي صفات الإحسان، الله عز وجل قال يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا صفة التسامح هي من المحسنين، وأيضا هي صفة الأنبياء. سيدنا يوسف عندما صفح عن إخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين، هذه صفة من صفات الأنبياء. فإذا هي صفة راقية وأيضا هي صفة مكتسبة. نعم. هي نفسيا. نعم. هي مكتسبة أيضا. نعم. طيب كيف إحنا مثلا إذا في شخص طول حياته مثلا كان يحس بالاضطهاد بالظلم. نعم. بالكذا يبغي يكون نفسه، قاعد يفكر أنه يبني مرة ثانية برمجة. صحيح. نفسه على أن أنا أبي أكون إنسان ذو كيان ذو يعني أكتشف ذاتي، أبي تكون عندي كرامتي. كيف الخطوة البدائية اللي أنا ممكن أخطوها على أساس أني أنا أرتقي بهاي الصفة؟ زين. طبعا في هذا المجال نحن ندخل في علم النفس شوي. علم النفس هناك في علاجات، فشيء اسمه CBT كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، العلاج السلوك المعرفي. هذا جدا يحل المشاكل اللي هي موجوده في الانفس النفسيه مثل الاكتئاب. نعم. او ان عدم الثقه بالنفس. نعم. وطبعا هي لمعتقدات وثلاث مراحل. التلقائيه والمتوسطه والرئيسيه. جميل. فاذا انت لازم اذا كنت بتحل هذه الاشكاليه، واذا انت عندك مثلا مشكله مثلا في النفس هذه. نعم. ترى هي موجوده من يعني يا انها كانت سابق. صحيح. او لها اثر كان مسوي لك او موقف. فطبعا هي تكون في الرئيسيه، كيف تحلها؟ ترجع لازم تحلها بهذه الطرق. وايضا في علاج اسمه العلاج شوي صعب اسمه، العلاج الطشطلتي.
منو؟ العلاج الطشطلتي. الطشطلتي هذا العلاج سبحان الله هذا يعتبر نعم طبعا مفهومه مشتق من شو الطشطلتي؟ هذا هو الدكتور اللي هو اكتشف هذا الشيء اللي اكتشفه. فهذا العلاج يعتبر كل مشكله حلقه مفتوحه ولذا نحن بنسكرها يعني معناته حلينا المشكله. نعم. فمثل هاي نعتبر الشخص اللي هو ما عنده ثقه او ما عنده نقص في الكرامه انه دائره مش مغلقه. نعم. لازم نحن نسكرها. نعم. فهاي لا يبالها تكمله. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. يعني فعلا استمتعنا بالحديث عن مفهوم الكرامه وايضا يعني ميزنا ما بين هذا المفهوم وما بين مفاهيم اخرى قد يتم الخلط بينها في بعض الاحيان. يعطيك العافيه. كل الشكر والتقدير للاستاذ احمد عبد الله بن علي مستشار التطوير الابداعي وباحث في الفكر والسلوك. يعطيك الف عافيه وشكرا لوجودك معنا. شكرا استاذ.